سر دفين وها قد عاد حيا وجد، المرء لا يرتقي بأب وعم وجد، لكنه إن سعى للخير سعيا وجد سيكون في قومه حرا كريما أجل، وتراه بين الورى أنقى وأرقى أجل، فإذا قضى نحبه وإليه جاء الأجل لصلاح أعماله كنزا عظيما وجد. مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام، حياكم الله، كل عام أنتم بخير ورمضان كريم ومبارك عليكم. هذه ليلة جديدة من ليالي الخير، وأهل الخير ضيوف عندنا في هذه الليلة. خلونا نرحب سوية بضيوفنا الأعزاء، كل من الأستاذ عماد باجلان الكاتب والسياسي المعروف، حياك الله وبيئك. الله محيا أصلك، تحية لك والضيوف الأكارم ومشاهدين قناتكم الكرام، ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. الله والنبي محييك، شكرا جزيلا لمقدمك البهي. الله يسلمك دكتوري الغالي العزيز، حياك الله. الدكتور المحترم مهند الجنابي أستاذ العلوم السياسية في جامعة جيهان، حياك الله. الله يسلمك، تعيش. شكرا جزيلا على الاستضافة، وتحية للضيوف الكرام والسادة المشاهدين، ورمضان مبارك إن شاء الله وصيام مقبول. تعيش بعز وكرامة، بوجهك رمضان الحلو مبين بهالابتسامة الحلوة والاسترخاء. الله يحفظك دكتور يسلمك حبيب. الله يعزك ويبارك بيك. شاعرنا المبدع القادم من تكريت من صلاح الدين وهيمن الدهيمة، حياك الله. شلونك؟ خير ما شاء الله. طريق شلونه؟ تعب بس الحمد لله. ما أنت صايم وجيتنا، الله والنبي محييك. بس بشوفت وجهك ضيوف الأكارم يعني الله يعزك، أكيد واحد يرتاح. الله يعزك. احنا تحية حب وإجلال واحترام جنابك الكريم. تسلم. وللكادر تسلم، والمخرج تسلم، حياك حياك والضيوف الأكارم والأعزاء. شكرا سيدنا والعازر. شكرا حبيبي. الله يعزك. ابن السادة الصميدة المحترم، شكرا لك على رأسك. شيخي وصديقي وحبيبي صاحب الصوت الجميل الرائع شيخ أركان القيسي، منشدنا العراقي الأصيل، يا حياك الله. حياك الله وكل عام وانت بخير. أستاذ حسام وانت بألف خير. أنا يومي عايدك، ماكو منا والرمضان التالي، شفتك يومي عيد إن شاء الله. الله يعزك فيكم البركة. لا الله يحفظك. تحية للضيوف الكرام مشاهدين الكرام، ويا ربي صيام مقبول، الله يتقبل الطاعات إن شاء الله. اللهم آمين. يا حياكم الله. الله يعزك. حياكم الله. العازف الرائع، عازف آلة العود حبيبي استاذ حسام. حبيبي استاذ سعد قيس، اشكرك، حياك الله واهلا وسهلا بك. حياك الله، رمضان كريم على الجميع وعلى الضيوف الكرام. الله يعزك. اليوم جايبي لك منافس عيني. أيه. يا عبالك هذا، تشوف الآلة منا موجوده، خاف تقول موجوده سلامات ان شاء الله. بيكم البركه ان شاء الله. حياكم الله كلكم، الف هلا بكم. نورنا استاذ. شلون اموركم؟ زينين؟ خير ما شاء الله. راح نسولف سوالفنا، مو يلا احنا بشهر رمضان، وهذا شهر العفو والصفح والمغفرة من قبل الله جل وعلا وبين الناس. نعم. رأيكم أستاذنا العزيز، أكو مبادرة حقيقية لإقرار قانون العفو بهذه الأيام المباركة؟ يعني هذا المشروع قائم، ولكن أكو عليه اختلافات ما بين القوى السياسية. القوى السنية يريد عفو عام. طيب. ولكن القوى السياسية الشيعية ما يريدوا عام يشمل الكل. نعم. هنا اللغط، ولا هو المشروع متفق عليه، مشروع العفو العام. زين. من ضمن البرنامج الوزاري على ما أتصور أنه أكو هاي الخطوة، ولكن الاختلاف مثل ما قلت لك على أنه العفو يشمل الكل، خاصة يعني اللي انحكموا واللي انسجنوا تحت ذريعة المخبر السري. هذه يعني حقيقة سببت كوارث. أكو منهم صح أذنب وأجرم وعليه شهود، ولكن أكو بنفس الوقت غالبية أبرياء. المخبر السري يعني تحت أي مسمى راح يعني يختلف وياك أو مدفوع عليك أو أدى شهادة وأخذوك، هذه يعني حقيقة يجب المراجعة، مراجعة الأمر. ولا مثل ما أنت قلت بهاي الأيام الفضيلة الكريمة مفترجة العفو يعني، وأكو ناس فعلا، أكو فعلا مظالم بالحبس. طيب طيب بالسجن. طيب دكتور، رأيك أنه هذه كلمة العفو العام يعني هي هذا التعبير مجازي؟ وقبل شوية أستاذنا العزيز العربي يقولون كلمة الحق سبقت، هذه مع المخبر السني هي سري ماكو. شو أريد تعقيب على ذن اثنين هن، كلمة العفو العام، وهل العام حقيقة يعني هو هذا حق أنه كل المسجونين والمحكومين يشملون بهذا العفو، وإلا إيش؟ والله بصراحة هاي القضية تعتبر واحدة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اللي نعاني منها بالعراق. نعم. أغلب المحكومين
ربما لم يخضعوا لإجراءات تحقيقية تتصف بالنزاهة أو الإنصاف فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة والمحامين وحتى فيما يتعلق بالتهم. تفضل الأستاذ عماد بأنه أغلبها جاءت عن طريق مخبر سري في مرحلة ما قبل الاجتياح الإرهابي لتنظيم داعش عام 2014 وما بعد ذلك أيضا. طيب القضية هي واردة في الدستور وهنالك صلاحيات لرئيس الجمهورية وأيضا من خلال مجلس النواب وهنالك أيضا يعني الاتفاق السياسي. بالتالي أنا أعتقد أنه من حق كل من حكم أو حتى يعني أغلبهم هم الآن يمكن خلصوا محكوميتهم أو أصلا ما صعدوا للقضاء أو ما انعرضوا أمام قاضي وصدر بحقهم حكم لا يزالون محتجزين أو مسجونين. القضية هي أنا أذهب بأنه أبعد من 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 إقرار العفو العام. كل من تضرر من هذا الأمر يجب على الدولة إنصافه وتعويضه. الله الله. باعتبار أنه إحنا أمام عدالة انتقالية. نعم. الحرب كسبناها صحيح. نعم. الحرب كسبت في عام 2017. نعم. لكن ليش إحنا بعد 5 سنوات لا تزال الأعمال الإرهابية تحصل في هذه المنطقة؟ وتلك معنى ذلك إحنا عندنا بالعلاقات الدولية نسميه بأنه لم نكسب السلام. كسبنا الحرب لكن لم نكسب السلام. نعم. بناء السلام بحاجة إلى سياسات حقيقية وإلى نوايا حقيقية لبناء الدولة. وأنا أعتقد بأنه الكثير من المظلومين أو من غير المدانين أو لم تتلطخ أيديهم بالإرهاب أو بأعمال خارجة عن القانون، هؤلاء من حقهم أنه الدولة تنصفهم وتعوضهم عن السنين اللي قضوها، ومو بس هم من حرموا يعني أهاليهم من حرموا. نعم شوفتهم. قضية مهمة جدا في هذا الصدد قضية المخفيين قسرا، وهذه جريمة ضد الإنسانية. طيب يعني هذا حتى ما تندل وين، مو سجن. بالضبط بالضبط. بالتالي أنا أعتقد بأنه الدولة إذا أرادت أن تؤسس إلى بداية حقيقية. نعم. وفي هذه الأيام المباركة عليها أن تضع أسس حقيقية للمسامحة ولإعادة الثقة، إعادة ثقة المواطن بالدولة بالعملية السياسية تتم من خلال هذه القضايا الحقوقية اللي أصبحت الآن هي مو فقط تشغل الشأن الداخلي العراقي. نعم. المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، بعثة يونامي، الكثير من من له اهتمام بالشأن العراقي يتحدث ويعني يرى حالة الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان والتقييد على مستوى الحريات. الحكومة أمام مسؤولية. نعم. كبيرة جدا. نعم. اتفاق سياسي حصل في شهر العاشر وتشكلت حكومة على أساسه. بالتالي نعتقد بأنه من يريد أن يبني الدولة ويؤسس إلى مرحلة حقيقية عليه أن ينصف هذه الفئة، وهي هاي المطالب اللي يعني محافظات المحررة هذه أهم مطالبهم. هذه خطوة. هم ما يطالبون يعني قضايا جوهرية تخص. نعم. إدارة الدولة والحكم. هذه قضايا وقضايا المواطنين وقضايا جمهورهم. يا سلام. بلكي شوف ويقولون الله يسمع من حلقك، الله يسمع من حلقك، بس عاد بلكي المعنيين يسمعون أيضا وعلى العيد، وإحنا مو غريبين بيننا وبين العيد إن شاء الله أيام. يعني هم مصدين لهذه المسألة، لكن القضية هي تبقى على الاتفاق السياسي وعلى النوايا الحقيقية. إذا كانت هنالك نية حقيقية لبناء الدولة وبناء السلام، أعتقد بأنه هذا الملف يجب أن يحسن إن شاء الله. مهيمن الغالي العزيز، شو راح نسمع بهذه الأجواء الحلوة بداية القراءات؟ يعني بما أنه رمضان ومبارك إن شاء الله على الجميع، فعلى سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. من أنت طالع للسما في بمبيبان، تنفتح لجلك وانت الأول بالعد، تفوت بيها وتطلع الطب مرتاح، وانت اللي بكيفك كلها تنزل تصعد. الله. انت اللي بكيفك وقت فجوك هناك بالطائف ورأسا اجاك انت الرد. شي يريد عبد اطبق عليهم الجبال؟ الله. كان بوقتها يريد قلبك يبرد، يبرد. بس انت قلت لرجوك ربنا المعبود يسلم وقتها يجوز منهم احد. الله الله. رحلة. ما ننخلق بالدنيا لولاك انت. اي صح. كل جرح مسلم بيدك انت الرفته. الله. اتمرض الجار اليهودي وزرته. الله. نعم. والله انت اللي مأذيك هم ما عفته. الله. رافع لواء الحمد يوم المحشر. ايه. بيوم القيامة حساب والناس هناك كلهم تحت رجليك رادة ومقعد. ايه. يا الغايب وسيد بقعت على الناس. يا حبيبي ايه والله. ايه منهم مثلك يا نبي لهذا الحد. رادوا يحرجوك على ضب ميت كان. إيه؟ بس أشرت فزوا ورجع لك يشهد. الله الله. لو على القمر. إيه؟ نصين سويته هناك. إيه؟ وما صدقوا رغم الصدق بالمشهد. الله. يا بعد روحي وتاج راسي وعيني. عفية.
يا بعد روحي وتاج راسي وعيني، يا بعد روحي وتاج راسي وعيني، ضيعت كل شي بين نفسي وبيني. إيه؟ يا نبي ندلك بس ادور ويني. الله، هيك انا احبك يا نبينا الامجد حبيبي. من معجزاتك يا حبيبي القران. نعم. والمعجزات هوايه بس ما تنعد. نعم. قال لك صحابي السيف مكسور شلون، قلت له خذ عوده وقاتلوا ولا تقعد. الله الله. وظلت العوده تحارب سيوف هواي وتكسرن والعوده بد ما تنصد. الله الله. وجاك الصحابي عيونه وقع بيدي. اي رديتهن والنظر اقوى وابعد. الله. رديتهن بيدك عيونه وشافن. شافن. الخاطر عيونك هالعيوني وافن. إيه؟ من شاف وجهك والعيون تعافن، الغير وجهك ما يفيد المنظر. الله. وبخطبة وداعك، بخطبة وداعك ودعت انت الناس. إيه؟ ما استوعبوها وعقل ما ظل بالراس. الله. الجذع العليه كنت، الجذع العليه واقف كنت كل احساس. نعم. تبكي الصحابه وقام يبكي المنبر. الله. تبكي الصحابه وقام يبكي المنبر. على الميمر وعلى الميمر. الله الله. على الميمر. الله. سلامتكم. شوف شوف ابن ادم من يكتب على جده شلون شلون شلون. الله ابداع. ان شاء الله. احسنت شويه يعني. احسنت. لا لا لا، قراءه عاليه وجميله. شكرا. يعزك يعزك. شكرا سيد. شكرا حبيبي. رحم الله والديكم. مرض جارك اليهودي وزرته أشر علي. هاي عود ليش بالله؟ هاي بالله إيش شنو؟ شو السالفة؟ لو هذا حتى أنتوا أنت عايز تمرض الجار اليهودي أشر لي. لا العفو العفو دكتورنا. تمرض الجار اليهودي فزار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أشهد أن لا إله إلا الله. ما إلى الثالثة أبوه قال قول مثل ما يقول، فقالها وكان يموت. اليهود رادوا يدفنوه زين، ما قبل النبي، قال لا هذا صار من عندنا وبينا. غسله وكفنه حبيبنا هذا. هذا الكشخه مالتنا هذا حبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. احسنت وبركت جزيت خيرا لا فض فوك. الله يخليك والنعم. ماذا يقول اركان القيسي على هذا الابداع؟ اقول عيني لغير جمالكم لا تنظروا، عيني عيني لغير جمالكم لا تنظروا، وسواكم في خاطري لا 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 غبتم وغاب تواجدي عن ناظري، فلذاك عيشي بالفراق مكدر. مبين. إيه غبتم آه حبيبي يا رسول الله، غبتم وغاب تواجدي عن ناظري، فلذاك عيشي بالفراق مكدر. فإذا نطقت ففي حديث جمالكم، اي والله فإذا نطقت ففي حديث جمالكم، وإذا سكت ففيكم أتفكر. الله الله. صبرت قلبي عنكم فأجابني، صبرت قلبي عنكم فأجابني، لا صبر لي لا 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 صبر لي، لا أصبر لا
لا صبر لي حتى يراكم ناظري، وعلى محبتكم أموت وأحشر، محمد ساكن بدمي وجاري وجاري، محمد ساكن بدمي وجاري، وصرت اكتب له اشعار يا عيني. وجاري من المجارات. نعم الله. اي والله وجاري، تمنيت السكن يمه. اي والله يابا تمنيت السكن يمه، وجاري وشوفا حضرته صبح ومسيا. الله عطر الله وفاك. آمين. الله صلى الله عليه وسلم. مقام الزازة ينسب إلى شمال العراق. نعم. سولفن ما هو ردك؟ على راسي. اي أسئلة من فوق تجيك. تجيني شلون يغششوني؟ على راسي. الأخوة الأكراد مشهورين بمقام البيات يعني بشكل كبير. نعم. يتناولون مقام البيات بفروعة وتفاصيله اللي هي ضمن الزازة والأورفة. الأورفة خوب يعني أستاذ ساكن بأربيل ويعرف. نعم. أكيد. نعم. ايه؟ مقامات كثيرة يستخدمون. بالضبط. أي فهاي الفروع اللي يتناولوها الأخوة الأكراد يعني سوت إنه يعني هاي المقامات خاصة بس بهاي الجهة. طيب. يعني احنا صح نقرأ بمناطقنا الغربية أو بغداد، بس نادرا ما نتناول هاي الألوان. طيب. مثلا في البلاد الأخرى، في تركيا على سبيل المثال قريبة. نعم. يأخذون الأورفة. أورفة. إيه الأورفة أيضا هي من فروع البيات. حلو. إيه لكن لها لون وطابع خاص يعني بها. إيه كردستان. كردستان تستخدم هو هذا المقام اللي هو يعني عفوا مقام. نعم. الكرد بأورفا لأنه أغلب سكان أورفا كرد. زين. بالضبط. أحسنت. وزاز أيضا مناسبة لأنه زاز أيضا قبيلة يعني. طيب. أحسنت. حتى أكو مقام باجلان للعلم. صح مقام باجلان. أي نعم. أساس المقامات، أساس المقامات هي أغلبها أقدر أقول لك كردية. كردية. صح. على فارسية. فارسية. يعني مضبوط. بالعراق إحنا عندنا ملوك المقام ستة. صح. محمد القبنشي الله يرحمه. أحسنت. يوسف العمر. نعم. يوسف عمر يوسف العظماوي. نعم. عندنا علي مردان كردي. نعم. عندنا طاهر توفيق كردي. نعم. عندنا علي مردان وطاهر توفيق وحسن زيرك. نعم. وعندنا رسول قردي. نعم. أربعة كرد اثنين. صح. عرب. صح. المقامات على طول هيك. خلينا نسمع لعد. وهاي الطنبوره الجميله، طنبوره مو تسموها طنبوره؟ يعني تختلف الاسامي. بزق. بزق. طنبوره. ساز. 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 هاي التسميات كل من منو؟ يعني بتركيا يسموه ساز. تركيا ساز. بكردستان سوريا وبسوريا يسموه بزق. بزق. احنا جماعتنا يسموه طنبور او طنبوره هيك. حتى العرب يقولون عرب وين طنبوره؟ عرب وين طنبوره وين؟ هاي. لعد نسمع نسمع شيء. ايه الله يحفظك. هاي من ضمن مواهب الأستاذ. آه العزف على هذه الآلة الوترية اللي هي الطنبورة. باع شلون كشخة وش حالاتها. Thank you.
دقائق الجمال عن تحليله السياسي يعني العزف هذا يعني سؤال ايش لو سؤال شنو اللي يفرق يعني هذا عن هذا ايه الصوت صوت النغمه ليش هذه ليش يعني مع آلة الساز تعتبر اصعب بالنسبه للعزف اصعب من عدد الاوتار اقل عدد الاوتار اقل والدماغ ينقسم قسمين حاله حال البيانو يعني شلون تعزف الايتين هيجي والاوتار اقل وايضا بيها نوع من العزف اللي هي البغلمه اللي تشبه العود لتحويل الاصابع ولكن هي بالعموم اصعب اصعب احنا بالشرق الاوسط سيد الالات هو العود العود يعني العود بس قلت اخليك ترى العود تجيك نفزع عالتك يا ابو لا سيد الالات هو العود هو سيد الالات لذلك كل الملحنين بالمناسبه انا يعني قبل كم سنه اخذت وصيت على عود جابوا لي عود راقي قبل داعش ودندنت بي يعني بديت اتعلم انا هوايتي يعني عندي اذن موسيقيه نعم نعم فبعدها اخذوه مني اخويا ما ادري ابن عمي اخذه ووداه للموصل وصارت هاي مال داعش وراحت لغيت الفكره العود والكمان نفس الفكره هسه الاستاذ العازف ايدني العود والكمان نفس الفكره صح. بينما الساز يختلف يختلف أكيد. يختلف تمام يا سلام يا تختلف سلام. شوفنا عيني شلون يختلف خلينا نشوف هي كل الالات جميله والموسيقى هي بحد ذاتها صح جميله اكيد غذاء الروح نعم بما انه احنا فنيات وعنده دوسه وعده اي عندي هواي شغل نسمع حجاز كار اليوم ابو رقيه يلا بما انه يعني كل حلقه نغير فوت سالم شوف أثناء أسمعه يعني مرة بالبداية حسيت حزين بعدين قام يعاتب بعدين غضب بعدين رجع هذا هاي تقسيمة يعني ارتجال شو هو هيك يتحرك هذا بهذا الفلك مو أكيد. احنا على طاري الرجوع أنا عندي سؤال مو أخذ كل واهس على الفن هذا نسول سياسة يعني توصلت فكرة لجنابك المشاهدين الضيوف لأنه أنا أميل للعود وللمقامات أكثر عزفي على آلة الساز أعزف مقامات أيه. وهذه صعبة نعم. كل صعبة أيه. يعني الآلة معروفة كردية أيه. كردية بحتة نعم. والأتراك يستخدموها أيضا نعم. ولكن عازف عربي والمقامات العراقية القديمة على هذه الآلة أكثر ما عازف كردي أجيد العزف الكردي لكن يعني لأنه تريد تخلي بصمة حالة يعني مو سهلة يعني صعبة زين. فأعاند أنه أعزف كل هذه المقامات يا سلام. بالنسبة بالنسبة للعزف الساز بالمقامات كله صعب وأريد أضيف أنه ملك العود عندنا بالشرق الأوسط نصير شمة نصير شمة ابن ولايتي ابن ولايتي من خانقين كردي أصيل أستاذ عيني كل من يحضر له واحد من ابن ولايتي يذكره لأنه كل من يفزع له لعيني دكتورنا حبيبي على طاري الرجوع احنا شوي سولفنا بالرجوع وهم جبنا طاري بالبداية أنه هذا الشهر والأيام المفترجة والخير والبركة وبل شيء يطلع لنا قرار زين أهلنا ما يرجعون المناطقهم
هو احنا اخذتنا الموسيقى فريد اكمل يعني كل الاخوان شاركوا الموسيقى صراحه تعبر عن هويه الشعب. نعم لهذا السبب نشوف بانه انا ما عندي هاي الخبره ولا يمكن شغلات بسيطه. نعم نعم لا بس اللي نسمعه يعني نشوف انه الذائقه الموسيقيه وين تروح. اللي اعرفه دائما انه العراقيين يميلون لمقام الصبا. صح ليش؟ لان مقام حزين حزين ويعبر عن معاناة واقعهم الحرب المأساة. لهذا السبب دائما ما تقترن السياسة وتأثر السياسة على الموسيقى. صحيح تأثر السياسة على الفن. صحيح تنتج ثقافة معينة، تنتج هوية معينة. يعبرون عنها الفنانين والشعراء والموسيقيين بهذه المعزوفات اللي هي يعني أشوف أنا هاي وجهة نظري بهذا الموضوع. جميلة ومحترمة. يسلمك يسلمك. بالموضوع العودة يعني إحنا تقريبا قربنا من 6 شهور من تشكيل الحكومة. وأكو قضية مركزية بالنسبة للمناطق المحررة هي قضية جرف الصخر. أنت قلت كل واحد يشوف لواحد من ولايته. يعني عمامي يفزع لهم. يفزع يا أخوي. جرف الصخر عمامي اللي يعني مهجرين. نعم. ومغيبين عن منطقتهم اللي باعتراف سياسيين وقادة في صنع القرار بأنه المنطقة هي أشبه بمحتلة. نعم. منطقة محتلة من قبل جماعات خارجة عن القانون، ميليشيات خارجة عن القانون ومدعومة من جهات خارجية. نعم. بالتالي هاي القضية وردت بالمنهاج الوزاري للسيد محمد الشياع السوداني ووعد بأنه خلال 6 شهور. طيب وذكر ناحية جرف الصخر ذكرت في المنهاج الوزاري أو جرف النصر حسب التسمية. نعم. الحكومية. نعم. الحد الآن أنا أشوف بأنه ماكو آليات حقيقية أو جدية بهذا الملف. نعم. المشكلة هل هي في قدرة رئيس الوزراء على الجهات اللي مسيطرة على الأرض؟ أنا أعتقد بأنه المشكلة هي هنا جوهر المشكلة. طالما هنالك وعد سياسي وهنالك ورقة واتفاق سياسي. نعم. أنا أعتقد بأنه بقاء الحكومة وإمكانيتها على أنه تنفذ ما قامت به وما وعدت به وبإيفائها لشركائها السياسيين تحت عنوان إدارة الدولة باعتبار وعد سواء كان الأحزاب الكردستانية الأحزاب التحالف السيادة وغيرها من الأحزاب وحتى بالنسبة إلى التيار الصدري وقوى تشرين الكثير من الامور ضمنها المنهاج الوزاري. هو مو متكتر التيار الصدري هسه؟ مو متكتر هو صحيح يعني في حاله عزله لكن من غير الممكن تخيل العمليه السياسيه دون التيار الصدري. نعم. سواء بشخص السيد مقتدى الصدر او بجمهور التيار الصدري هم القاعده الصلده. نعم. بالعمليه السياسيه وبالحراك الشعبي. نعم. فبالتالي انا اعتقد بانه لحد الان ماكو مؤشرات. طيب هاي مشكله القوى السياسيه المسيطره. أحسنت. أزمة الحكومة هي تمتد إلى أزمة النظام. نعم. نتذكر بالدورة السابقة المشاكل اللي صارت ثورة تشرين ما بعد ثورة تشرين استقالة الحكومة حكومة عادل عبد المهدي والقصف على المنشآت الحيوية وكل هاي المشاكل اللي حصلت رئيس الجمهورية السابق أكد في أكثر من مناسبة أنه النظام السياسي يعاني من شلل تام وهذا باعتراف لسان أعلى هرم السلطة. نعم. إذن المشكلة هي مشكلة نظام سياسي. نعم. هل قادرة القوى السياسية المعبرة عن هذه المحافظات وهذه المناطق أنه تنتزع هاي الحقوق؟ أنا أعتقد بأن هنالك جدية. زين. هنالك جدية السيد رئيس البرلمان في مقابلة قبل في شهر 1. نعم. أو في شهر 12 من العام الماضي. نعم. ذكر بأنه التزام الحكومة بهذه الوعود هو المفصل في بقائهم ضمن تحالف إدارة الدولة. لحد الآن راح تقرب 6 شهور وماكو فرصة وبالتالي أنا أعتقد يعني ما أريد أقول بأنه هذا غير قابل على التحقق لكن إحنا نتعامل مع أطراف سياسية لا تفي بوعودها للأسف الشديد. شاعرنا العزيز أخوي شو محضر لنا النوب؟ شو راح تقرأ لنا؟ شو تريد موجود؟ يعني أنا من هل يخطر ببالك القصائد الحلوة؟ الوطن أكو شيء للوطن؟ لا الوطن يعني الوطن بالقلب. الوطن بالقلب. زين. وأكو أفضل من الوطن. بالله. أي والله. يلا بالله. أتوج رأسي بأقدام الأمهات. هي الأم وطن ما رحنا بعيد إحنا. أم يم الوطن. لا أفضل من الوطن. أي. أمي من نلزم أديها توضى خوف. شي أبويا يعيش بين جفوفها. بينها وبين العباء كعبة وستار أمي من تلبس عباء ينطوفها.
أمي قبلة والوصف كلش قليل، أمي آية اللي تشع أنوارها، أمي آية وقبلة هي والدليل، إحنا كلنا نطوف حول جدارها. أمي دولة وعاصمة وهي العراق، هي العراق الشيعة والسنة نعيش بدارها. أمي بسمار الفقر حايط كبير وثبت خير الحايط بسمارها. أمي غيمة مغنتبة وتمطر حنان وعشنا كلنا بخير من أمطارها. أمي أشجار الهوى وثمرتها روح، يعني كلنا نموت دون أشجارها. أمي أنفاس الأرض شهقتها بوي، شقد حلو هذا الحكي، وبينا يترس عفة من مقدارها. الله دوسي راسي، دوسي راسي وابن عالج حتى شوف من مقامي وهالرجول أخبارها. دوسي راسي يا الحنينة نرد أشوف جنتي وجنة عدن ونهارها. دوسي راسي يا الحنينة نرد أشوف جنتي وجنة عدن وانهارها. أمي سرها يختلف عن النساء، عذرا لكم ما عرفت أسرارها. أمي حضرة ويمها كل ساعة نلود، وهي حتى الحضرة من زوارها. الله الله. أمي قمة وخلفت أربع جبال، والنعم وأنا أصغر جبل من كبارها. عفية عفية. أمي ما تبكي تعب من العيون، أمي من التعب تبكي عذارها. أمي ما تبكي تعب من العيون، أمي ما تبكي دمع من العيون، أمي من التعب تبكي عذارها. الله. أنا الما غمضن عيني مناماي، نعم بسبب دمعة شبت لجلي. مناماي من أمي، موش دموع عين أمي، موش دموع عين أمي، مناماي عطاشة ونرتوي دموع الزكية. حبيبي أحسنت، الله يسلمك، شكرا لك على هذا البر والوفاء. الله يعزك. احسنتم والله. الله يعزك. شو كله هاي الله كريم بالقلب انت. انا بعد نفسي عليك ما كلك. شيخي حبيبي شنو ايش راح نسمع من عندك؟ راح نسمع مناجات رب العزه جل وعلا. الله تبارك الله. بما انه اخذنا المقام الصبا نروح على الصبا ان شاء الله. نروح على الصبا. مولاي أجفاني جفاهن الكرام، والكل لاعجه بقلبي خيما. جفاهن الكرام يا عيني، والكل لاعجه بقلبي خيما. مولاي لي عمل ولكن موجب لعقوبتي، فحن علي تكرما. مولاي يا مولاي، مولاي لي عمل ولكن موجب لعقوبتي، فمن علي تكرما. يا الله واجلوا صدى قلبي بصفو محبة، يا خير من
أعطى الجزاء وأنعما، بات الليل عد النجم رابي ومثل طفل يتيم بكدر يا عيني يا عيني يا عيني. هي والله رابي شكيت الغير ربي ربي عليم وفاتح أبواب الرجال، عليم وفاتح أبواب الرجال. الله 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 الله. أحسنت أحسنت وأجدت. السلام الله عليك. نعم منك. طيب الله أنفاسك. اللهم استاذي العزيز استاذ عماد قال شوف حكي حكايه مو حلوه اشر علي، لا جاب طاري الكراد ولا سولف، اذن انا راح انتصر له. الشغل عودك عيني شغل هو باعتبار دقم انت سبقك بس دخلت قبلي. ايوه بيك البركه. انا من اسوي مقطوعه موسيقيه ام كرديه ابشر. الله اسمها سولاف الغانم حداد. الله يحفظكم. انا اسف غيري يتكسب صحيح، يمسح الأكتاف بشعار وخطب، هذا مو ثوبي ولا يرهم لي ثوب، العراقي والمثل بي انضرب. أنا سني وأنا شيعي ولو أموت فوق نار الفتنة ما خلي الحطب، كردي أني وتركماني وعرب صير للكرد للتركمان وللعرب، أرد أوضح صورة للناس وأقول أني ما أكتب شعر حسب الطلب، ما صرت في يوم مداح الرئيس بس أصير بفخر مداح الشعب، بس أصير بفخر مداح الشعب. الله يا جميل يا جميل. أي والله أستاذ عماد عزف، ها كل ما اريد اسالك وقول عزف مو عزف احسن راحتك. ما عندي اشكال. اكيد السؤال بعد ملحوق عليه السؤال وين هذا اكيد العزف. نسمع نسمع. اي والله اذا تفضلت كردي. اي والله. اي اي حالاته محلل سياسي والآلة وياك خبر والنعم منك والله. هو هم سياسة هم فن اكيد، بس شنو فن الممكنات. اي ممكنات مو ممكن واحد. لا زين على طار الممكن، احنا نظامنا السياسي بحاجة الى تقويم او اعادة هيكلة، شو شوف نظامنا السياسي؟ يعني اذا نقارن كنظام سياسي بالمنطقة بالشرق الاوسط، نظامنا نظام راقي، ولكن مدى التزام الأحزاب المتنفذة بهذا النظام وتطبيق الدستور وسن قوانين بما جاء به الدستور ماكو. يعني احنا بالدستور وبالنظام، نظام
اتحادي تعددي لا مركزي فدرالي، ولكن تجي على الفاعل السياسي اللي منتمي لأحزاب متنفذة اللي هم الأغلبية يفكر، ما عنده ثقافة ولا تفكير ولا عقلية العراق الفدرالي أو الفدرالية، عنده المركزية، يريد هو قاعد ببغداد يحكم أصغر قرية وأصغر قصبة في شمال زاخو وفي جنوب الفاو، وهذه ما تصير. نعم. هذه ما تصير. نعم. احنا عندنا برلمان، عندنا عاصمة اتحادية هاي للكل. نعم. مو منا لما الكردي ياخذ منصب ببغداد، هاي مو منا، من العربي الشيعي او من السني الشيعي، من العربي السني. نعم. او ابن الموصل ياخذ، هذه للكل. بعدها عندنا مجالس محافظات، حكومات مصغرة. نعم. عندنا مجالس قضاء، عندنا مجالس بلدية. نعم. ولكن ما مفعلة. ادوات وقوانين و شكلية اللي جاء بها الدستور اللي تخص الفدرالية ما مفعلة. نعم. منها وأبرزها مادة 65 مجلس الاتحاد. زين. هذا كفيل بحل كل المشاكل اللي يخص الوطن وليس المواطن. طيب. ونظام الحكومة ما مفعلي. زين. يعني كثير من المواد اللي تخص مؤسسات الفدرالية مجمدة. ليش؟ لأنه الغالبية الموجودة تريد هي تمشي الحكم والأجندات و يعني منافع خاصة نعم. أنت إذا تلاحظ هاي الفترة الأخيرة المحكمة الاتحادية اللي هي محكمة تفضل النزاعات ما بين الأقاليم والمحافظات والعاصمة الاتحادية. نعم. للأسف المحكمة الاتحادية بهاي الفترة صارت جزء من المشاكل وليس جزء من الحل. الله أكبر. وليس من الحل، يعني شعب كامل أكو مشاكل ما بين أربيل وبغداد، على أي أساس؟ على اي اساس الشعب يتعاقب؟ على اي اساس؟ نعم. على اي اساس؟ نعم نعم. يعني هذه مو منطقيه. لذلك احنا اكيد نحتاج يعني مو بس تغيير وتعديل الدستور والقوانين او النظام، احنا نحتاج نطبق هذا الدستور، بعدها اذا اكو مشكاليه نعدل. أحسنت. والتعديل لازم عن طريق استفتاء. نعم. ايضا مو استفتاء يعني شعبي، مو بكيف مصادقه الشعب. لا لا. نعم. لا بكيف الممثل او السياسي فاعل السياسي الشيعي ولا السني ولا الكردي. نعم. استفتاء عام يصير. نعم. وهكذا. احسنت رايك استاذي. والله حضرتك قلت السياسه فن الممكن او هي فن، هي اكيد فن لكن في خدمه الشعب. نعم. وفي تحقيق المصلحة الوطنية. نعم. ورغبات تظلم السياسة عندما يصفوها بأنها المراوغة أو غيرها، لا بالعكس، السياسة لها مبادئ. نعم. اللي نشوفه بأنه المشاكل الحقيقية الموجودة، السؤال المهم، احنا ما نتحيز مرات اختصاصنا، الموجودين هم سياسيين بالأصل، هم مختصين بالسياسة. لا. لا هم عندهم قدرة إدارة الدولة والمفاهيم الأساسية في إدارة الدولة وفي إدارة هذا التنوع الموجود بالشعب العراقي وتطلعات الشباب، شعب فتي، شعب عنده خيرات، لكن نسبة الفقر تتجاوز 30%، 20 سنة غير قادرين على بناء دولة وغير قادرين على تكييف القوانين اللي أقرت قبل 2003 مع الدستور اللي ضمن الحريات وضمن النظام الفيدرالي وضمن هذا التوزيع بالصلاحيات. المشكلة أنه هذا الوضع السياسي أو هذا النظام بشكل يعني بشكل نظري لم يخضع للتطبيق مثل ما قال الأستاذ عماد. والمشكلة أنا أعتقد بأنه صحيح دائما نقول أنه المشكلة في جوهر النظام، لكن الطبقة السياسية التي تطبق هذا النظام وتنفذ وتترجم ما ورد في الدستور وبالقوانين على أرض الواقع، هل هي حريصة على المصالح العليا للبلاد؟ أنا ما شفت من 2003 إلى الآن أي حكومة أجتي انطتنا مفهومها للمصلحة الوطنية ينتمي لهذا المفهوم العراقي من زاخو للفاو. نعم. دائما المصالح التي تؤطر على أنها مصالح وطنية هي مصالح حزبية ومصالح سياسية خاصة، مفاهيم يسوقوها للشعب يذكروها في وقت الانتخابات، لكن أقل واجباتهم ما يؤدوها. نعم. احنا وصلنا في عالم على مستوى المجتمع الدولي الحكومات أصبحت خادمة للشعب، الحكومات أصبحت عليها واجبات. نعم. وليست فقط وظائف. أيوة. عليها واجبات ويجب أن تكون ملزمة بتطبيق هذه الواجبات، لأنه أساس الشرعية هو من الإنجاز. نعم نعم. هاي مو منه يعني، مو فقط من صناديق الاقتراع اللي أساسا أيضا يعني يخضعوها إلى كثير من الحرف عن جوهرها الحقيقي. عندنا
انتخابات 2021 أبسط مثال. نعم. الكتلة الفائزة لم تشكل الحكومة. لا. وانسحبت من البرلمان. نعم. والآن محاولات على تعديل قانون الانتخابات والعودة، اللي هو أنا بوجهة نظري بأنه نظام سانت ليغو لا أساس له من الدستور، لأنه واضح المادة 49 تنص على الانتخاب المباشر. نعم. مجلس النواب يتكون من عدد من الأعضاء بالانتخاب المباشر، يعني نظام الأغلبية. نعم نعم. فالمشكلة الحقيقية بأنه هذه الطبقة السياسية المسيطرة والممسكة بالقرار السياسي غير حريصة على مصالح الشعب، أثبتت فشلها وتتشبث بالسلطة. وأنا أعتقد بأنه ما شهدناه في صيف العام الماضي للأسف أرواح الشهداء اللي سقطوا على أسوار الخضراء أكبر دليل على أنه هؤلاء يعني المتمسكون بالسلطة لا يترددون من إشعال حرب فقط من أجل الحفاظ على مصالحهم وعلى مكاسبهم. هذه المشكلة الحقيقية. إذا تغيرت هذه الطبقة السياسية، أو إذا لو سمح لمشروع سياسي جديد. نعم. وهو مشروع الأغلبية، أنه يحكم بنمط متغير، مو نمط المحاصصة أو نمط التقسيم وغيره، أنا أعتقد بأنه كان شفنا تغير حقيقي، والمواطن لمس تغير حقيقي في حصوله على حقوقه. أحسنت. وفي التزام الحكومة بواجباته. أحسنت. لكن هذه الطبقة اللي تحاول أنه تعيد إنتاج نفسها، وهي لم تحقق شيء من 2003. نعم. إلى الآن. نعم. هي اللي تحرف مسار الدولة، واللي تضيع مكتسبات الوطن وثروات الوطن، وهذا كله من عمر الشعب. لكن أنا أعتقد بأنه وصلت مرحلة هذه الطبقة السياسية، إذا لم تقوم بواجباتها بشكل حقيقي وتصحح مسارها، عندنا تشرين 2019 وعندنا تشرين 2021 اللي هي نتائج الانتخابات، وعندنا. نعم. أيضا ثورة عاشوراء. نعم. هاي ثلاث شواهد. نعم. على أنه الشعب حي، والشعب موجود، والشعب هو مصدر الشرعية. أحسنت. ومصدر السلطة. أحسنت 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 بورك الدكتور شاعري وصديقي الغالي، يعزك الله. قراءتك الثالثة شو تكون؟ والله تكون على الفقرة. الله، يعني مجاراة لحديثك دكتور. أكيد لازم نسحبكم. هذا الشاعر الذي يشعر بما لا يشعر به الآخرون، والذي يشعر بما يشعر به الآخرون أيضا. إيه نعم. يلا تفضل. أعيونك على الفقر خرسة، يا لم ترس سترتك عيب كرامة جيوبنا مترسة. يا باب الفقرة لا تنسد، عدنا ومو بحال أحد. نقص يدينا لو تنمد، فقرة بطوننا الجاعت بس العين شبعانة. ما دام القلوب الحلوة رغم الضيم، عادي الثوب خلي مشقة قردانة. ما سدينا بيت بيوم، شرف علينا حيطانا، وشي يفيد القصر عالي إذا مسدودة بيبانا. يا عيني. وترى اليكبر بعين الناس مو مثل الكبر على الناس. صح. ترى بس الفقير يكون ربك هو جيرانه. من أهل البيت صيت البيت، والبيت الخلى من الصيت راح يطيح بنيانه. ايه نعم. صغيرة بيوت ربتنا، صغيرة بيوت ربتنا، أحلى من القصر قاطات بين أصغر طفل زلمة تشل بالموت إذا حرت تنخانة. عفية. نعم. ضاع الجود يا ابن الجود، واضرب لك مثال بهاي من يمشي النهر محيود، ما يوقف يخاف يموت. يا سلام. ولو ما كان متردد، ولا الهيبة كبيرة الماي مني يفوت رغم ما هو متمدد. الله. أنا أحترم النهر كيبي، شبابه هواي غرقانة، وملامح صورة للفقرة وقصصهم بيها عرقانة. الله الله. للفقرة ملامح ماي يا جمالهم، وللخبز سوالف طين. صح. تنور الحطب شاهد، ولأن ما بقنا مثل الغير من الجوع ما توعدنا كم واحد. الله يعزك إن شاء الله ويعلي قدرك ومقامك. على رأسي. تسلم بارك الله بيك. هذه الإنسانية بماذا تجارى صوتا صديقي ومنشدي الغالي؟ والله يعني ما شاء الله ما خلوا لنا شيء. انت ممتلئ ومكتنز وثري. طبعا انا من اللي متولع بالمقامات على وصفي ومقام، وانا ترى اقول له صوته حلو ها، وينشد احيانا. خليه يسمعنا. خلي يلا لا هيك بيتين 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 على جدك. عندي لاجل فراقكم آلام،
فعلى ما أعذل فيكم وألام. الله يا حبيبي. ويذيب روحي نوح كل حمامة فكأنما نوح الحمام حمام. قف في ديار الضاعنين وناديها يا دار ما فعلت بك الأيام. الله الله أحسنت. شوف ايش احسن نوبه هم تطلع عنده موهبه ثالثه بس لا نوبه يطلع يعزف يا عم يطلع سياسي يجوز سياسي يا جمالك سيدنا حبيبي رحم الله شيخي ذكرنا بالحمام اي فاقول نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العذول صبابتي فبكى إن الحمام ينوح من ألم النوى إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان يا أيها الأحباب إني راحل مهما يطل عمري فإني فاني دقات قلب المرء قائلة له دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني الله 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 فارفع لنفسك ذكرها يا حبيبي فالذكر للإنسان عمر ثاني يا يا واحدا ما له في ملكه ثاني فرج هموم المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان فرج هموم المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان. الله يحفظك. اللهم آمين. الله يحفظك ويعزك ويبارك بيك. سلامك وين أنا وينه يا نقي. الله يعزك. هذا عبر الماء بطلت سيئة. لا لا بيك بارك. الله يعزك شيخي. الله يحفظك. بارك الله بيك تسلم. الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي يقول جعلت في العراق خزائن علمي وخزائن نعمي. بيكم الخير والبركة. وأنا اليوم سعيد بكم جدا وفرح أستاذ عماد المحترم نعم منك والنعم منك دكتوري الغالي العزيز دكتور مهند شكرا على هاي الأمسية الحلوة رمضانية والله يحفظكم وسعيد بالاستضافة طيب شكرا الله جزيلا السيد المخرج يقول اسأل هذول ضيوفك الأعزاء وقول لهم شنو سحوركم اليوم ايش راح تسحرون ليش ما نسحر في القناة
رايكم أفضل. ما عندي اشكال، بس السحور شقد ما كان خفيف اي شقد ما كان احسن. ما عندنا استاذ امجد السيد بحمد، استاذ امجد الكبيسي والمعيد معد البرنامج والترتيب وهاي الامور، استاذ علاء ايضا وكل الكادر اخواننا، هاي احنا ميزنا ما شاء الله يعني. نتمنى نسوي الدعوه لكل الشعب العراقي وكل المؤمنين. اهم شيء القهوه مال الاستاذ امجد يعني لها طعم خاص. ايوه كلها طعم خاص. الله يحفظكم شاعرنا الغالي، شكرا لجنابك، يبارك بيك. الله يعزك، شرفتني سيد، يعني لي الشرف واني كلش ممنون على الدعوه. احنا ممنونين، واتمنى يعني تستضيف طارق العيطو. انا الشرف بي، نشرف بي، وان شاء الله البرنامج مالتكم كلكم. الله يعزك، الله يعني ترجعوا. ايه تبشر تبشر، لان هو اسم ابتعد من قد ما ضايقوا وأذوا وكذا. سلامنا إليه ولكل زملائنا الشعراء في العراق كله إن شاء الله. منو ضايقه؟ أي والله وأي مضايقي، الشعراء هم نفسهم مضايقين، نضايقهم إحنا إن شاء الله نستضيف. أكو أحد ضايق بالعراق؟ وين صاير شيخي حبيبي؟ شكرا لحضرتك، الله يعزك ويحفظك، أنستنا وشرفتنا. الله يحفظك، وأنا أشكر قناة الفلوجة اللي جات تحفنا بمثل هؤلاء النخبة الطيبة من الضيوف الكرام. عزك الله، يعني حلقة أجمل من حلقة، يعني زدت الوقت قيمة. شكرا حضرتك، ولاي هون ونساتذتنا الاعزاء، صديقي وعازف القلب وعازف الروح حبيبي رقي الذهب استاذ سعد. شكرا لحضرتك على مساهمتك حبيبي. اشكرك حبيبي، الله يحفظكم. شكرا مشاهدينا الكرام، ما بدنا نفارقكم والله، بس نلتقيكم باشر ان شاء الله ليله من ليالي الخير ويا اهل الخير. في امان الله.